احنا شرحنا يا جماعه في السيمباسوليتك، شرحنا الالفا بلوكر والبيتا بلوكر، فاضل لنا بس اخر حاجه فيهم او في المنهج كله حاجه اسمها الادرينرجيك نيرون بلوكر وحاجه اسمها السنترال اكتنج سيمباسوليتك. طب يعني ايه ادرينرجيك نيرون بلوكر؟ يعني بتروح تعمل لي انهيبيشن على الادرينرجيك نيرف اللي بيكون لي النور ادرينالين. ويعني ايه سنترال اكتنج سيمباسوليتك؟ من اسمها بتروح تشتغل عليه على السي ان اس، بس بتعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي. طيب تعالوا بقى، مين هم الادرينرجيك نيرون بلوكر؟ دوايين اللي قدامنا دول، الريزر بيم والجوانسدين. عايزك تعرف لي في الريزر بيم الميكانيزم وفاكشن بتاعه. بمنتهى البساطه بيمنع لي التخزين وفي النور ادرينالين. بيجي في الام سي كيو بالله عليكم يا جماعه، مين الدواء اللي بيمنع لي الاستورج وفي النور ادرينالين؟ هتقول له الريزر بيم. هنفتكره ازاي؟ هو اصلا متسمي ريزر بيم من مصطلح الريزرفوار، واحنا عارفين الريزرفوار يعني ايه؟ يعني مخزون. اما الجوانسدين بيدخل جوه الجرانيول وبيمنع لي الريليز والابتيك وفي النور ادرينالين. ده بسرعه كده بدون ايه؟ بدون اي تعمق. السنترال اكتنج سيمباسوليتك قلت لكم يعني بيشتغل على السي ان اس. بتعمل لي ايه في السي ان اس؟ بتشغل لي ريسبتور اسمه الفا 2، واحنا عارفين يا جماعه من مذاكره الريسبتور ان الفا 2 ده انهبيتوري ريسبتور، يعني لما بيشتغل بيعمل لي او بيقلل لي السيمباساتيك اوت فلو. ليه؟ لانه انهبيتوري ايه؟ انهبيتوري ريسبتور. يعني لما يجي يقول لك ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعت الكلونيدين، هتقول لي بيشغل لي الالفا 2 ريسبتور، ولما الالفا 2 ريسبتور تشتغل هتقلل لي السيمباساتيك اوت فلو. اللي عايزك تركز عليه بقى الالفا ميثايل دوبا، عشان ممكن تيجي سؤال لوحدها ميكانيزم اوف اكشن اوف الفا ميثايل دوبا. بصوا بمنتهى البساطه، انتوا عارفين السيمباثيتك نيرف بيكون ايه؟ الكيميكال ترانسميتر بتاعه، الكيميكال ترانسميتر بتاعه نور ادرينالين، ده الطبيعي. لما باخد الفا ميثايل دوبا بدل ما اكون نور ادرينالين بيخليه يكون ميثايل نور ادرينالين، فبسميه فولس نيورو ترانسميتر. فولس ايه؟ نيورو ترانسميتر، لان الطبيعي نور ادرينالين، بس هو بيخليه يكون ايه؟ ميثايل نور ادرينالين. ده الميكانيزم اوف اكشن اوف الفا ميثايل دوبا بسرعه. طيب تعالوا بقى ندخل على الاكشن برضو ونسهلها مع بعض. الاكشن بتاعتهم هم الاربعه على السي ان اس والسي في اس والجي اي تي. طيب بيعملوا ليه؟ بمنتهى السهوله عكس السيمباثيتك. يعني انت لو مذاكر السيمباثيتك كويس ومذاكر الريسبتور كويس هتطلع الاكشن بتاع الاربع ادويه دول. طيب تعالوا نتكلم على السي ان اس الاول. اول دواء ملوش افكت على السي ان اس لانه ما بيعديش البلاد برين بارير. اخر ثلاث ادويه ليهم نفس الاكشن على السي ان اس، اللي هو ايه؟ سيديشن وديبريشن وباركنسونيزم، وزود لي هنا باركنسونيزم برضه عشان نسهل الدنيا. يبقى اخر ثلاث ادويه ليهم ايه؟ ليهم نفس الاكشن على السي ان اس. طيب على السي في على السي في اس بمنتهى البساطه برضه عكس الايه؟ عكس السيمباثيتك. يعني بيعملوا برادي كارديا وبوسترال هايبوتنشن ونيزل استافنس، هم الاربعه. ليه؟ لانهم عكس السيمباثيتك. ما احنا عارفين يا جماعه السيمباثيتك بيعمل لي تاكي كارديا، طب لما اقفل السيمباثيتك هيعمل لي برادي كارديا. عارفين السيمباثيتك بيعمل لي هايبرتنشن، طب لما اقفل السيمباثيتك هيعمل لي هايبوتنشن. عارفين السيمباثيتك بيعمل لي فازو كونستريكشن، طب لما اقفل السيمباثيتك هيعمل لي فازو دايلاتيشن تحت مسمى نيزل استافنس او نيزل كونديشن، يعني احتقان الاوعيه بالدم. ده بسرعه كده. طيب على الجي اي تي برضه نفس الحوار عكس السيمباثيتك. هو السيمباثيتك بيعمل لي ريلاكسيشن ولا كونتراكشن؟ بيعمل لي ريلاكسيشن على السموث ماسل، طب لما اقفله هيعمل لي كونتراكشن او هيزود الموتيليتي، فهيعمل لي دايريا فهيزود السكريشن. ده بالنسبه لاول دوايين، هيزود الموتيليتي وهيعمل لي دايريا وهيزود الايه؟ السكريشن. اما اخر دوايين بقى بيعملوا العكس، بيعملوا كونستيبيشن بدل الدايريا بيعملوا كونستيبيشن ويعملوا دراي ماوس. اللي عايز يفهم هقول لكم ليه، لانهم بمنتهى البساطه لقينا كده ان ليهم اكشن زياده، بيروحوا يعملوا ستيموليشن لحاجه اسمها الالفا 2 ريسبتور بري سينابتيك، ولما اعمل ستيموليشن للريسبتور ده بقلل لي الريليز بتاع الاستايل كولين. طيب واحنا عارفين يا جماعه ان لما الاستايل كولين يقل معنى كده ان انا ده شغل شبه الاتروبين، والاتروبين بيعمل لي دراي ماوس وايه؟ وكونستيبيشن. بمنتهى البساطه بس بالله عليكم ما عايزكم تفهموها. طيب الاستخدامات، هم الكل بيستخدموا في علاج الضغط، بيستخدموا في علاج الهايبر تنشن. يبقى هم الكل بيستخدموا في علاج الايه؟ الهايبر تنشن. طيب عايزك بس تزود لي في اخر دواء اللي هو الكرونيدين عشان تركز فيها، بيستخدم في علاج الوزدرول سيمبتوم، اعراض الانسحاب بتاع حد مدمن. يعني لو واحد مدمن وخلاص عايز يبطل هديله ايه؟ هديله كلونيدين عشان يعالج لي اعراض الانسحاب. وعايزك تركز لي برضو في الدواء الثالث اللي هو اسمه الالفا ميثايل دوبا، ان ده الدراج اوف تشويس في علاج ضغط الحمل او تسمم الحمل. يعني لو واحده حامل يا جماعه
وضغطها عالي هديها ايه؟ هديها الفا مثيل دوبا. بتيجي في الام سي كيو؟ اه بتيجي في الام سي كيو. هو الدراج اوف تشويس في علاج الايه؟ البريجننسي هايبر تنشن. طيب بالنسبه للسايد افكت بمنتهى السهوله هي الاكشن. السايد افكت طلعها من الايه؟ من الاكشن. يعني انت لو حافظ الاكشن اكتبها في السايد افكت، ما عدا في الدواء اللي اسمه الالفا مثيل دوبا. الالفا مثيل دوبا هكتب الاكشن وهزود حاجات زياده. هزود ايه؟ الدواء ده بيروح يضرب لي البون مارو، بيروح يضرب لي نخاع العظم، ولما اضرب نخاع العظم مفيش خلايا هتتكون، خلايا دم هتتكون، ولا خلايا دم بيضاء، ولا خلايا دم حمراء، ولا صفائح دمويه، فيعمل لي ليوكوبينيا، ثرومبوسيتوبينيا، وهيموليتيك انيميا، وابلاستيك انيميا. يعني ايه؟ يعني ديكريز في الفورميشن اوف بلاد سيل. ده بسرعه، اقسم بالله ما اتعمقت ولا شرحت اي تفاصيل. انتوا ليه؟ انتوا عارفين الكلام ده، بس انا براجعه معاكم بس مش اكتر. والالفا ميتا تيروزين يا جماعه، او اسمه الثاني الالفا مثيل تيروزين، نفس فكره الالفا مثيل دوبا عشان اللي عايز يبص فيه. يبقى هتركز لي عليه، هتركز لي على الالفا مثيل دوبا، الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، والسايد افكت، وان هو الدرج اوف تشويس في علاج ضغط الحمل، والريزربين ده بيمنع التخزين، الكولونيدين برضو بيعالج الضغط، وما تنساش بيعالج برضو اعراض الانسحاب. السايد افكت هنكتبها ازاي؟ اكتبها من الاكشن. وهي ايه الاكشن اصلا؟ الاكشن عكس الاكشن بتاعت السيمباثيتك.